امبارحة مساء شاهدنا الملتقى الإعلاني لمباراة الملاكمة اللي راح تكون بين كل من شيرو عمارة ومو فلوكس بيوم 6 يوليو المقبل بدبي. فشارك الثنائي من قبل تحضيراته وتدريباته للمباراة من خلال هالفيديوهات، ولكن الملتقى أخذ مجرى آخر من بعد ما شفنا مشادات كلامية وشجار بين شيرو ومو. هذا اللي خلى عدة إشاعات تطلع على أنهم على خلاف وفي دراما كتير كبيرة بينهم، خاصة أن علاقتهم ببعض سابقا كانت جيدة وكانوا كتير رفقة مع بعض. وطلعت أيضا إشاعات سابقا على وجود علاقة بين نارين ومو. لا تطلع شيرين بيوتي من خلال هالفيديوهات وتؤكد أن الموضوع مجرد لعبة لا غير وما في أي دراما بينهم. شيرو ومو قرروا أنه يعملوا بوكسينج فايت. روح قلبهم الشباب البوكسينج والقصص وكتير شغلات شباب أنا ما بفهم فيها، بس أنه رايحة لأنه هيك it's fun وهي بالأخير لعبة. في عالم عاملين أنه هي دراما وما بعرف، لا هي لعبة أوكي. للأخير هي بس لعبة، ما في دراما ما في أي شيء. اثنين شباب بيحبوا البوكسينج قرروا يعملوا فايت بس. فشو رأيكم باللي صار بينهم، وهل تعتقدوا أنه في دراما بينهم أم لا؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.